السلام عليكم ورحمة الله. حصل كل من كريم الأحمدي ومروان داكوستا على مبلغ 30,000 ريال سعودي لكل منهما، حوالي 75,000 درهم مغربي، وذلك إسوة ببقية لاعبي الاتحاد بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على نادي الباطن 4-1 في جولة 26 من منافسات البطولة السعودية. وكان الاتحاد في أمس الحاجة إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة التي مني بها أمام نادي الفيصلي في الدورة السابقة، وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز 13 وابتعد خطوة عن الشبح الهبوط في الانتظار الدورات الأربع المتبقية من منافسات البطولة. ويذكر أن داكوستا سجل الاتحاد خلال هذه المباراة الهدف الثالث في الدقيقة 62، وهو الهدف الرابع له مع الاتحاد منذ أن التحق به خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. تواصل مسلسل الندم على فريق إيكان بنجمه الدولي فيصل فجر عندما تنازل كلياً عن النقطة التعادل الثامنة بمعقل النيم في مباراة الدورة 31 من البطولة الفرنسية، إذ قدم الفوز في حدود الدقيقة 85 التي قاوم من أجلها كان دون أن يحسم تعادله الذهبي، وبالتالي فاز نيم بهدف بوانغا ثم أهدى نادي كان بداعي حلقة الخسارة هدفا آخر بمرمى من رجل غرادي في الوقت بدل الضائع، وبالتالي يكرس كان مبدأ التحضير للنزول بفارق 8 نقط عن الإفلات في أقل من 7 دورات. الدولي فيصل فجر شارك النزال بتفاصيله الكاملة دون أن يجد الرجل الحاسم للأهداف، وأضحى فارق كان مبتعدا عن الإفلات بفارق 8 نقاط. عاد المدافعون سعد الحميد فريق رانس لإيقاف ليل وإرغامه على التعادل الإيجابي 1-1، وبالتالي منح المتصدر باريس سان جيرمان فرصة للاحتفال رسميا باللقب الليغ أ مساء اليوم حينما يستقبل ستاسبروك. عبد الحميد تألق أمام الوصيف ووقف ندا للمهاجمين بتصديه لعدة تهديدات، كما كان قريبا من هز الشباك في إحدى الفرص ليوقع على مباراة مميزة ستزيد من حظوظه للمنافس على جائزة مارك فيفيان بوي كأفضل لاعب إفريقي بفرنسا هذا الموسم. بتسجيل لهدف أمس السبت المباراة التي فاز فيها نادي أياكس أمستردام على فيل ميتيربورغ برباعية مقابل هدف برسم الدورة 29 من البطولة الهولندية، يكون الدوري المغربي حكيم زياش قد رفع رصيده التهديفي إلى 14 هدفا، وبات ثاني هداف بنادي بعد زميله السربي تاديتش الذي يملك في رصيده 20 هدفا كثاني هداف بالبطولة الإرتيفيزية. وبالرغم أن زياش لا يلعب كمهاجم صريح إلى أنه يملك حسما تهديفيا كبيرا، كما يتميز بتمريرات حاسمة جعلته من بين أفضل لاعبي أوروبا الذين لهم عين ثاقبة في التمرير. اطمأن نور الدين أمرابط على إصابتها التي سافر من أجلها إلى البرتغال حيث عارضها على طبيب مختص هناك، وعاد أمرابط أمس إلى الرياض محمولا بالتقرير الطبي الذي شخص إصابته بالتهاب في الأوتار الركبة. وكان أمرابط يشكو من الألام في العضلة الخلفية عقب إصابته في المباراة النصر والرائد في الدورة 26 من المنافسات البطولة السعودية والتي غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 70، وينتظر أن يعلن الجهاز الطبي للنادي النصر موقفه وتعامله مع الإصابة أمرابط وفق التقرير الطبي الذي عاد به الدوري المغربي من البرتغال، لذلك لن يتضح في الوقت الراهن إن كان أمرابط سيشارك في المباراة فريقه القادمة أمام الاتحاد أم سيغيب عن البطولة. تتوجه بعثة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع إلى القاهرة لحضور عملية سحب قرعة كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها مصر صيف هذه السنة، ولهذه الغاية ستشرع الجامعة في التفاوض مع عدد من المنتخبات الإفريقية بعد التعرف على منافسي الأسود في الكان 2019 بتنسيق مع الناخب الوطني. وأفادت بعض المصادر بأن هناك اتصالات أولية مع منتخبات إفريقية قوية ولن يتم الحسم فيها إلا بعد إجراء القرعة، كما أن الناخب الوطني يريد مواجهة منتخبات قوية مثل الجزائر ومالي والسنغال من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للذهاب بعيدا في دورة مصر لكأس إفريقيا. كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الأحد رسميا تصنيف المنتخبات الإفريقية للمشاركة في الكان المقبل الذي ستستضيفه مصر شهر يونيو المقبل، وذلك قبل إجراء القرعة التي ستقام الجمعة المقبلة.
وعملت الكاف على توزيع المنتخبات 24 المشاركة في هذه المسابقة القارية إلى 4 تصنيفات ومستويات، حيث سيتم الاعتماد عليهم في عملية القرعة، ويتكون كل تصنيف من 6 منتخبات سيتم توزيعهم على المجموعات الست، ويتأهل الأول والثاني كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في الدور الثمن. في نظام يطبق لأول مرة في المسابقات الإفريقية، وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية كالتالي: المستوى الأول مصر، غانا، تونس، كوتيفوار، الكاميرون، السنغال. المستوى الثاني المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، مالي، غينيا. المستوى الثالث أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، أنغولا، بروندي. المستوى الرابع موريتانيا، ناميبيا، بينين، كينيا، مدغشقر، وتنزانيا. قدم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو أداء مميز رفقة فريقه جيرونا الإسباني أمام إسبانيول رغم الهزيمة 2-1 مساء أمس السبت، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب مونتليفي ضمن منافسات الجولة 31 من الليغا الإسبانية. استجمع الدولي المغربي لاعب الشباب السعودي قواه نسبيا من خلال ضمان رسمي لعشر مباراة في الدوري السعودي ومشاركته كأساسي في مباراة ناديه أمام الأهلي يوم أمس السبت برسم الجولة 26 من الدوري المحلي رغم الهزيمة برباعية. ومنذ التحاقه بالفريق السعودي وبوسوف يلعب بشكل رسمي، وهو الأمر الذي يخدمه بشكل كبير بعدما عانى الموسم الماضي من قلة التنافسية التي أفقدته جزءا كبيرا من مؤهلاته، رغم الاعتماد الناخب الوطني هيرفي رونار عليه كأساسي مع المنتخب الوطني. وعبر أنصار الشباب السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رضا من أداء الذي قدمه المغربي منذ انتقاله إلى الدور السعودي خلال الميركاتو الشتوي، حيث تمت الإشادة بإمكانيته البدنية والدور الكبير الذي قدمه على مستوى متوسط ميدان. وعانى مبارك بوصوفة من العطالة الموسم الفارط، وتحديدا بعد مشاركته في نهائية كأس العالم روسيا 2018 ونهاية عقده مع فريقه الجزيرة الإماراتي، حيث رفض أنذاك تجديد البقاء في الخليج من خلال التوقيع لأحد الفرق التي كانت ترغب في الاستعانة بخدماته، كما عجزت بعض الأندية الأوروبية عن دفع متطلباته المالية المرتفعة ليضطر إلى التعاقد مع فريقه السعودي الحالي. ومن شأن الرسمية بوصوفة مع الشباب أن تمنحه قوة إضافية باعتبار واحد من ما عول عليهم في تشكيلة المنتخب المغربي قبل نهائية كأس إفريقيا، خاصة وأنه من بين أكثر اللاعبين خبرة وحملة للقميص الوطني. ولعب بوصوفة مع الأسود أكثر من 48 مباراة دولية، وانطلقت مسيرته منذ سنة 2006 ومباراته الأولى كانت أمام مالاوي في تصفية كأس إفريقيا لسنة 2008. تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا أخيرا من السلطات الأمنية بمراكش بخصوص برمجة مباراة الديربي التي ستجمع الوداد البيضاوي بالرجاء برسم الدورة 25 من منافسات البطولة الاحترافية، إذ كان مقررا أن يجرى هذا الديربي يوم 14 أبريل قبل أن يؤجل بسبب التزام الوداد البيضاوي بإجراء مباراة الإياب أمام هورية كوناكري الغيني برسم دور ربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية. وطلبت الجامعة من السلطات الأمنية بمراكش التعجيل بموافقة أو الرفض حتى يتسنى لها برمجة هذا الديربي في مكان آخر قد يكون المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بسبب خضوع مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لأشغال منذ جانفير الماضي. عادت نهضة البركانية بنتيجة باهرة من كينيا بعدما حقق الفوز أمام مضيفه غور ماهيا بجوز لزيرو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخطى بذلك خطوة مهمة نحو نصف نهائي هذه المسابقة القارية. الفريق البركاني لم يستطع أن يخفي جموع رغبته في العودة من كينيا بنتيجة مميزة منذ أن انطلقت المباراة، حيث خلق العديد من الفرص التهديف خلال الشوط الأول انطلاقا من أسلوب لعبه الذي أسسه على المضادات السريعة والمباغتة، لكن هذه الفرص ضاعت إما بسبب تسرع وإما بسبب سوء التنفيذ. والآن مع سؤال حلقة اليوم: من هو الفريق الأم لحكيم زياش؟ انتظر أجوبتكم في التعليقات
عندك شي سؤال بغيت يكون هو سؤال حلقات الغد، ما عليك إلا كتابته في خانة التعليقات. شكرا على المتابعة، في أمان الله.